قلنا الحنانه تاع الاب وتاع الام سيبيري يعني تاع الام حاجه واحده اخرى باش كان في كرشها في احشائها ويعني نص منها من الاب ثاني عنده دور. انا راني اب ونعرف شنو معناتها الحنانه تاع الاب. انا كي نشوف وليدي برك هكذا شويه مقيوس انا نتقطع الداخل بصح ما نبينلوش نموت عليه. انا ولادي في نقول لك حاجه محمد انيس وسيم نموت عليهم. انا هذوكم حياتي. بوم مريم الله يرحمها خلت لي الريحه تاعها والريحه تاعها سي بيان ولادي الا يوم ما يبعثون نبقى نعزهم على جالهم ما نتزوج على جالهم. حلفت ما نجيب لهم مراه يعيشوا هكذا في الطنزين كيما كانوا مع امهم حتى نموت انا ولا يتزوجوا هما وتولي حي عندهم حياه واحده اخرى. قلت لك كاين يمد الحنان كاين اللي حان يمد الحنان للولاد وكاين ما يمدش الحنان على حسب قلبه كيما نقولوا كاين اللي قاسي كاين اللي عادي يمد الحنان للولاد نورمال. كيفاش مع بنات؟ هذه الساعة الحمد لله. باش نعلقهم نقول لك ما نعلقهمش بصح باش نقصر معاهم عادي نورمال. حنانة الأب أختي العزيزة ما نجمش نقول لك الشعور تاعي كيفاش داير فهمتني باسكو الأب تاعي واشغل صاحبي. ويما كيما نقول لك الحنان تاع الام وحدها وتاع الاب وحده فهمتنا بو ربي يحفظهم منا ان شاء الله في زوج. وحنا تاع الاب وحدها من صغرنا يلعب معنا شكون يبين لي سمع دوكا تعطيني كاسيون دوكا واعره صعيبه شويه بين الاب والام كي فهمتنا. صح على كل حال هي الام هي الحنينه وهي اللي قابل بالنسبه للولد او للبنت وخاصه البنت. ولكن حنا كاباء وك حنا ورثنا حاجه ورثنا عن اجدادنا مركب النقص انه الابن كاين بعض الاباء حتى يحشم يقول للولد ولا البنت يقول انا نحبك. وهذه من طبيعه الابويه الحنان الاب وحنان الام. ولكن في حاله المراهقه تحتاج الابن او البنت تحتاج حنان الاب قبل الام. والاب حنايا حنا حضاره ورثنا حضاره عندنا بصح انا بيان سور نقول لهم ونعاون انسان بيان سور كيف تحبي ولدك كيف تحبي سبحان الله نقول لهم راهي سبحان الله القطة تحضن ولدها تحب ولدها فما بالك انسان. حنا راهي مسلمين ماناش كفر على مسلمين. الام باسكو كبدا حنينه على دائما الام تجي حنينه على الاب توجور هكذايا باسكو الاب يقول لك راني عيان راني مسموم ما يعطيهمش دائما الحنانه كاع لا غالب بالك ظروف بالك سا ديبون. وكاين انايا كيما بنتي لا باباها يعطيها الاخر الحمد لله ماما انايا تدي من عندي الحنانه مي بصح هو لا يعطيها يعنقها بنتي ويعطيها تحقدها يعطيها تقول له بابا جيب ديك الحاجه يروح يدبر وي واسمو ما عندوش يجيبها لها يقولها بيان سور اي ماما انا تحب لها بصح هي تحب باباها ماما انا واش ندير لها بصح ندير لباباها تقولوا كيما بغت حاجه 15 ديما قريبه لولادها والاب كيف كيف من الاب قريبه بالحاره انطر الاب والام شي كيف كيف باسكو الاب مع الخدمه مع الظروف مع الامور مع كذا عنده شرج بزاف والام كاين وكاين كاين عندها شرج اكثر من الاب بصح هي شويه فيها حنانه فيها امه فيها كاع ما كانش ما يحنش على وليده ما كانش اللي ما يحبش وليده بصح كاين الناس كل واحد وطريقته كل واحد وظروفه كل واحد وكذا هذه هكذا فهمتي والله غير كاين وكاين كاين الاب اللي اكثر من الام وكاين الام اللي اكثر من الاب هذا نتفرقوا ماناش كيف كيف ما يبينش باسكو دي فوا على بالك دي فوا ميم الطفل ميم الطفل تانيك اللي يعني ما يفرع ما يدير والو ما يقرا ما يخدم ما والو الوغ هو يقول له يقول له ولدي الطريقه هذه ماشي مليحه وهذا مليحه وهذا واش هي لابريسيون هذيك يخليها لداخل بصح نهار يطقطق على ضربه واش هي الام ميم كيحوزوا باباه بالدار يزعف يحوزوا بالدار الام حنينه ام العشيه تحلوا الباب تعطي له ياكل بزاف حوايج ومن بعدك هذاك الفشوش سي با ماشي بحال الفشوش هذاك.